يا صباح الفل والورد والياسمين على اجدع ناس المصريين يوم جديد يوم جميل بفضل الله وطول ما في صحة وستر يبقى الحمد لله على كل شيء وطبعا دايما الحمد لله على كل شيء الحقيقه انا هبتدي بالخبر دوت اللي هو عن هي رحلت عن عالمنا امس السيده جيهان السادات وتنعي رئاسه جمهوريه مصر العربيه ببالغ الحزن والاسى السيده جيهان السادات قرينه الرئيس الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام التي قدمت نموذجا للمراه المصريه في مسانده زوجها في ظل اصعب الظروف وادقها حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب اكتوبر المجيده الذي مثل علامه فارقه في تاريخ مصر الحديث واعاد لها العزه والكرامه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر امبارح وتقدم الجنازه التي اقيمت للسيده جهان السادات وقد اصدر قرارا بمنح السيده جيهان السادات اسامه الكمال مع اطلاق اسمها على محور الفردوس. ان لله وانا اليه راجعون، ربنا يرحمها يا رب ويدخلها فسيح جنته. طيب خلوني ارجع تاني لخبر من الاخبار المهمه اللي احنا ابتدينا ننساها ونتناساها وانا اولكم. بذكر نفسي وبذكر حضراتكم موضوع كورونا لم ينتهي بعد واحنا دايما بنشوف ان احنا اوروبا بتبقى سابقانا بشهر بعد كده بتيجي الموجه عندنا فاحنا عايزين احنا شايفين اوروبا بتاعت في برضو المتحور والدلتا والمتحول والكلام اللي احنا بنسمعه ده فاحنا عايزين ناخد بس ايه اجراءاتنا الاحترازيه من النهارده تاني نرجع تاني نفتكر كده ونقول كمامه سانيتايزر غسيل ايدين او مطهر كحول غسيل ايدين تباعد اجتماعي ما نقعدش جنب بعض ما حدش بقى يرجع انا بشوف الناس كلها بنشط تسلم على حبوب حبيب قلبي واحضان وبوس وبتاع وسلام بالايد لا خالص نبتدي نقعد في حياتي متهويه كويس هواء نظيف هواء نقي اطلع خد اكسجين اللي نعرفه ان احنا لما بنقعد مع حد مصاب او كده حتى لابسين كمم... لو لابسين كمامات آه ولو انتقل باي شكل اشكال هي نسبه القعده او الوقت الزمن اللي حضرتك بتقعده مع اللي قدامك ده كل ما يقل كل ما نسبه العدوى بتقل فحضرتك كل شويه اطلع خد استنشق كده الاكسجين بره وارجع تاني ابعد عن الناس نتباعد هو ده القصه كلها وان شاء الله ربنا كريم اي نعم الحالات بقت يعني اخر حاجه امبارح كان 127 حاله اصابه و17 حاله وفاه بس يعني برده الحاجات دي كتير يا جماعه في الوقت اللي احنا فيه ده احنا عايزين نقلل وعايزين نخلي بالنا جدا في الفتره اللي جايه عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله وتعدي بقى الجائحه دي وكوفيد 19 ده نخلص منه بقى ونشوف نبتدي حياتنا لكن رغم كده برده احنا الحمد لله رب العالمين بفضل الله قاعدين بنشتغل وبنعمل كل حاجه في الدنيا علشان خاطر بلدنا أه هقول لكم على خبر طريف كده يمكن كان موجود على الفيسبوك ما اعرفش مدى صحته لكن خلينا ناخده كنوع من انواع الدعابه او يعني نضحك شويه عليه هو مش نضحك قوي يعني هو كان في بنت كانت في انجلترا كانت عايزه تحضر الماتش بتاع الدنمارك وانجلترا فاخدت اجازه مرتي ولما جابت انجلترا جون التعادل فقامت فرحت وهيصت كده اللي بقى ان الكاميرا جابتها وحظها برضو ان مديرها كان قاعد بيتفرج فطبعا شافها حولها للتحقيق فالكذب ملوش رجلين فخلينا دايما لما تبقى عايز تعمل حاجه زي كده قول لهم يا جماعه النهارده في ماتش مهمة انا يعني هرمشي بدري شويه ولا حاجه فيعني دي كانت حاجه ممكن يعني يمكن نخلي بالنا منها او يعني نحاول ان احنا نضحك او نبتسم شويه عشان الدنيا حلوه باذن الله طيب انا عندي النهارده فقرتين زي احنا متعودين النهارده هنتكلم عن مستقبل مصر 2030 وانجازات ومشاريع والتطوير والحاجات اللي حصلت دي كلها معانا وعلاقات مصر الخارجيه وعلاقات مصر الداخليه ونقعد نتكلم مع ضيفنا الكريم دكتور محمد الشوات في عميد كليه تجاره جامعه الزقازيق والخبير الاقتصادي وعايزين نعرف يعني احنا عملنا شغل كتير جدا في ظل ان في ازمه اقتصاديه كبيره جدا بتهاجم العالم كله ودول كبيره جدا كانت بتعاني وبشكل كبير جدا واحنا بفضل الله قفلنا على نفسنا كده وحطينا مسار قدامنا كده واشتغلنا والحمد لله مشينا كويس وعملنا انجازات كبيره جدا وحضراتكم كلكم شفتوا الانجازات والمشروعات القوميه اللي احنا بنفتتحها كل شويه ودي حاجه طبعا بتؤثر على الاقتصاد المصري ايجابيا ويمكن آه يعني آه ناس كبيره ومسؤولين كبار في مجال الاقتصاد العالمي وخبراء كبار ومنظمات عالميه اقتصاديه كتبت كتير عن الاقتصاد المصري ومدى تطوره في الفتره الماضيه هنتكلم اكتر مع ضيفي الكريم في هذا الموضوع ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. دايما بنحب دايما ناكد ان ممكن الكلمه والاعلام والكلمه نفسها ممكن تبني او تهدم النهارده احنا بنقول عندنا فقره اسمها كلمه تبني وطن بالكلمه نبني وطن هنتكلم النهارده مع الشاعره الجميله اللي يمكن بتمتعنا دايما بالشعر الجميل ايمان معيات هتكلمنا عن ثوره الكرامه والرياده والانجازات 30 يونيو وهنتكلم كمان عن تمكين المراه في كل المجالات وهنتكلم كتير ونسمع شعر حلو كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي بالكلمه نبني وطن مع الشاعره ايمان معاذ هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع على طول عشان خاطر نستقبل ضيفنا الكريم ونبتدي اولى فقراتنا يلا بينا